نص كلمة بقلم أحمد رجب أتمنى أن يرتفع التلفزيون إلى مستوى البرنامج العام بالإذاعة الذي يرتفع بمستمعيه في كل ما يقدمه حتى الشعر وأدب نجيب محفوظ وكتب العبقري جمال حمدان ويختار أساتذة أكاديميين يتحدثون إلى الناس بلغة سهلة ويقدم للأطفال برامج جذابة هادفة ولا تجد من بين المتحدثين من يطلق على نفسه ناشط سياسي أو من يتحدث طويلا ولا يقول شيئا والفقرات الدينيه جديده ومستحدثه وكل الفقرات قصيره تحترم وقتك حتى المسلسل لا يزيد عن دقائق افتح الراديو ولن تندم احمد رجب